أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح في الفيديو ده الدرس الخامس من الفصل التاسع بعنوان المسافة بين نقطتين. هدفنا إن شاء الله في نهاية الدرس إنك تكون بتعرف توجد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي، وكمان توجد نقطة المنتصف بين نقطتين في المستوى الإحداثي. هنتعرف خلال الدرس ده على قانون المسافة بين نقطتين وقانون نقطة المنتصف. نبدأ أولا بقانون المسافة بين نقطتين. لو أنا عندي نقطتين في المستوى، النقطة الأولى إحداثياتها سين واحد وصاد واحد، والنقطة التانية إحداثياتها سين اتنين وصاد اتنين، وعايز أجيب المسافة بين النقطتين برمز لها بالرمز فاء. المسافة القانون بتاعها الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. تعال نشوف مثال على القانون. مثال واحد بيقول لي أوجد المسافة بين النقطتين 5 و3 و1 وسالب 2. مبدئيا كلنا عارفين إن الإحداث الأول هو س والإحداث الثاني هو ص، يعني نكتب كده س ص وبعدين س ص. نكتب القانون بتاعنا ف تساوي، فرمز المسافة زي ما قلنا جذر تربيعي، قوس وعليه تربيع ده لس زائد قوس وعليه تربيع لص ناقص ناقص. ده القانون جهزناه. تعال بقى نبدأ من عند الزوج الأول. انت ممكن تبدأ من التاني براحتك، وتبدأ بسين أو بصاد برضو براحتك. أنا دايما هبدأ من الأول وهبدأ من سين. يعني أقول السين الأولى 5، السين التانية 1، الصاد الأولى كام؟ الصاد الأولى 3، الصاد التانية سالب 2، سالب ورا سالب تبقى موجب 2. تعال بقى نطرح أو نبسط. 5 ناقص 1 4، 4 تربيع، زائد 3 زائد 2 5، 5 تربيع. نربع 4 تربيع معناها 4 في 4 ب 16، زائد 5 في 5 ب 25، اجمع تحت الجذر يديك 41، جذر 41. هات الناتج بالآلة الحاسبة وقرب الناتج لأقرب جزء من 10، يطلع معاك الناتج 6.4 تقريبا. نشوف تمرين آخر. طبعا المفروض التمييز وحدة طول لأن دي مسافة. تمرين آخر. واحد ألف، تحقق واحد ألف. عايزين المسافة بين النقطتين 4 و2 وسالب 3 وسالب 1. نفس الطريقة هنكتب فاء تساوي جذر قوس وعليه تربيع ده للسينات زائد قوس وعليه تربيع ده للصادات ناقص ناقص. هنا نكتب س ص س ص. هنبدأ بس الأولى اللي هي 4، وس الثانية اللي هي سالب 3، سالب ورا سالب يبقى موجب 3، الصاد الأولى 2، والصاد الثانية سالب 1، سالب ورا سالب يبقى موجب 1. هنجمع 4 زائد 3 7، يبقى 7 تربيع، زائد 2 زائد 1 3 تربيع. نربع 7 في 7 ب 49، زائد 3 في 3 ب 9، نجمع تحت الجذر يدينا 58. نجيب جذر 58 على الآلة الحاسبة ونقرب الناتج لأقرب جزء من 10، يطلع 7.6 وحدة طول. تمرين آخر. واحد باء، عايزين المسافة بين النقطتين سالب 7 وسالب 2 وسالب 5 وسالب 8، يبقى فاء تساوي جذر قوس للسين زائد قوس للصاد ناقص ناقص. نكتب س ص س ص. السين الأولى سالب 7، السين الثانية سالب 5، سالب ورا سالب يبقى موجب 5، الصاد الأولى سالب 2، الصاد الثانية سالب 8، سالب ورا سالب يبقى موجب 8. هنطرح بشرط الأكبر. سالب 7 زائد 5 نطرح بشرط الأكبر، يبقى سالب 2 وعليها تربيع، طبعا حطينا قوس عشان ده عدد سالب. سالب 2 زائد 8 نطرح بشرط الأكبر يدينا موجب 6، مش لازم قوس هنا لأن الناتج موجب. نربع سالب 2 في سالب 2 بموجب 4، و6 في 6 ب 36، اجمع يديك جذر 40.
هات جذر 40 على الآلة الحاسبة، يطلع تقريبا 6.3 وحدة طول. تعال بقى نشوف فكرة تانية على نفس القانون. التمرين بيقول أوجد القيم الممكنة للمتغير ألف إذا كانت المسافة بين النقطتين 4 و7 وألف و3 تساوي 5. يبقى اعطيني المسافة بين النقطتين بخمس وحدات واعطيني نقطتين وفي مجهول في النقطة التانية. هنا هنطبق برضو القانون بتاعنا اللي هو جذر تربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات يساوي 5، لأن المسافة 5 وحدات. هنبدأ من عند النقطة التانية اللي فيها المجهول. يفضل البداية من عند النقطة دي، ممكن أبدأ من الأولى 4 و7، بس الأفضلية إن إحنا نبدأ من عند المجهول. هنا نبدأ سين ودي صاد، الألف هي السين والتلاتة هي الصاد، وبعدين هنا سين صاد. هنبدأ من عند السين الأولى اللي هي ألف، نحط ناقص ناقص، يلا نبدأ ألف، السين التانية 4، الصاد الأولى 3، الصاد التانية 7. أنا عايز أتخلص من الجذر، يبقى في نفس الخطوة دي هنربع الطرفين على طول عشان أتخلص من الجذر التربيعي، كأني بحل معادلة جذرية. هيفضل ما تحت الجذر، يبقى أ ناقص 4 تربيع زائد 3 ناقص 7 نطرح بالشرط الأكبر، يبقى سالب 4 تربيع يساوي 5 تربيع. الحد الأول ده اللي هو مربع ثنائي حد، هينتج عنه 3 حدود، مربع الأول أ في أ بألف تربيع، وسالب 4 في سالب 4 بموجب 16، وأضرب الأول في الثاني في 2 من عندي يديني سالب 8 أ، سالب 4 تربيع يديني موجب 16 يساوي 5 تربيع ب 25. ننزل الألف تربيع وناقص 8 أ، اجمع بقى إيه 16 زائد 16 يدينا 32، وندخل ال 25 الناحية اليمين بعكس الإشارة يساوي 0. يبقى أ تربيع ناقص 8 أ، اطرح بالشرط الأكبر، 32 ناقص 25 دينا 7 يساوي 0. الثلاثية حدود نحللها، نفتح قوسين أ تربيع تحلل أ ضرب أ، الإشارة الأولى سالب، سالب في موجب بسالب، عددين ضربهم 7 مجموعهم 8 يبقى 7 في 1. نستعمل خاصية الضرب الصفري، إما أ ناقص 7 يساوي 0 أو أ ناقص 1 يساوي 0. انقل السالب 7 بتغيير الإشارة يبقى أ بيساوي 7، انقل السالب 1 بتغيير الإشارة يبقى أ بيساوي 1. يبقى قيم الألف يا شباب، قيم أ هي 7 و1، وأكون كده خلصت التمرين. تعال نشوف تمرين آخر بنفس الطريقة. أوجد القيم الممكنة للمتغير ألف إذا كانت المسافة بين النقطتين 2 وألف وسالب 6 و2 تساوي 10 وحدات. بنفس الطريقة هنكتب سين صاد سين صاد، هبدأ من النقطة دي عشان هي اللي فيها المجهول، والمسافة عندي 10 وحدات، يبقى نكتب جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، كل ده تحت الجذر يساوي المسافة 10، وهنا ناقص وهنا ناقص. يلا نكتب السين الأولى هي 2 والسين الثانية هي سالب 6، سالب ورا سالب ادينا موجب. الصاد الأولى هي أ والصاد الثانية هي 2. أنا عايز أتخلص من الجذر، يبقى هنربع الطرفين، أقول له نربع ده كده ونربع ده كده. التربيع يحذف الجذر، يفضل ما تحت الجذر، اجمع 2 زائد 6 8 تربيع زائد مربع ثنائي حد أ ناقص 2 تربيع يساوي 10 تربيع. 8 تربيع معناها 8 في 8 ب 64، هنفك مربع ثنائي حد لثلاث حدود، نربع الأول أ تربيع، نربع الثاني سالب 2 في سالب 2 موجب 4، الأول في الثاني في 2 من عندي بسالب 4 أ يساوي 10 تربيع ب 100. هنجمع 64 و4، بس الأول ننزل أ تربيع ناقص 4 أ، اجمع بقى 64 زائد 4 يدينا 68، وننقل الالف بتغيير الاشاره سالب، قصدي ال 100 بتغيير الاشاره سالب 100 يساوي 0. هنكتب الف تربيع ناقص 4 الف، ونطرح بالشرط الاكبر سالب 32 يساوي 0.
هنحلل يا شباب ثلاثية الحدود لقوسين ألف تربية تحلل ألف ألف، الإشارة الأولى سالب، سالب سالب موجب، بعدين ضربهم 32 طرحهم 4 8 في 4. الكبير دايما في القوس الأول. إما أهو، إما ألف ناقص 8 يساوي صفر أو ألف زائد 4 يساوي صفر. إن بتغيير الإشارة يبقى ألف بيساوي 8، إن بتغيير الإشارة يبقى ألف بيساوي سالب 4. وبكده تكون قيم الألف هي 8 وسالب 4. تعال بقى نشوف قانون منتصف قطعة مستقيمة. قانون نقطة المنتصف، لو كان عندي نقطتين، النقطة أ إحداثياتها س واحد وص واحد، والنقطة ب إحداثياتها س اتنين وص اتنين، وعايز أجيب نقطة المنتصف بينهم. نقطة المنتصف برمز لها بالرمز ميم. بنجيب إحداثيات نقطة المنتصف إزاي؟ نجمع السينات ونقسم على 2، ونجمع الصادات ونقسم على 2. قانون سهل خالص، مجموع السينات قسمة 2 فاصلة مجموع الصادات قسمة 2. طبعا الناتج ده زوج مرتب. طب تعال نشوف تمرين، مثال اهو، بيقول لي أوجد إحداثياي نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين. برضه هنكتب كده س ص س ص، النقطة الأولى سالب 1 وسالب 2، والنقطة الثانية 3 وسالب 4. هروح كاتب م يساوي زوج مرتب وفاصلة في النص وكسر هنا وكسر هنا، هنا قسمة 2 وهنا قسمة 2. في الأول نجمع السينات، وفي هنا بقى لازم السينات الأول والصادات الأول، لأن الأولاني الإحداث السيني والتاني الإحداث الصادي. نجمع السينات على بعض، يلا السين الأولى سالب 1 والسين التانية 3. نجمع الصادات على بعض، الصاد الأولى سالب 2 والصاد التانية سالب 4. طبعا سالب ورا موجب، حط قوس كده. هنا سالب 1 وموجب 3 اطرح بإشارة الأكبر اديك 2، وهنا اجمع بنفس الإشارة لأن الإشارات متشابهة، سالب 2 وسالب 4 اديك سالب 6. اقسم 2 قسمة 2 1، وسالب 2 سالب 6 قسمة 2 ادينا سالب 3. وبكده اكون خلصت التمرين. نشوف تمرين اخر. تحقق من فهمك 4 ا، عايزين نجيب م، او الميم على طول يساوي نجمع السينات على 2، نجمع 12 زائد سالب 8، جمعت س على س، نجمع بقى ص على ص اللي هي 3 زائد 3. 12 زائد 8 اطرح بإشارة الأكبر يديك 4، 4 قسمة 2 فقل 2. هنا اجمع اديك 6، 6 قسمة 2 3. خلاص خلصت. نشوف الثانية، م يساوي نجمع س على س، صفر زائد 5، ونجمع صاد على صاد يعني صفر زائد 12، يبقى الناتج 5 على 2 و 12 قسمة 2 اللي هي 6. ممكن تسيبها كده او تكتب 2 ونص و 6 عادي براحتك، الاثنين صح. التمرين الاخير، م يساوي مجموع السينات على 2، يعني نجمع س مع س يعني 6 زائد 3 على 2، ونجمع الصاد على الصاد 8 زائد 4 على 2. 6 زائد 3 على 2 معناها 9 على 2، و8 زائد 4 على 2، 8 زائد 4 12، 12 قسمة 2 ادينا 6. ممكن تسيبها كده او تكتب 9 قسمة 2 معناها 4 ونص و6. كده صح وكده صح. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.